صباح الخير لكل محبي العصافير. اليوم فقره باتس مخصصه لكم، خاصه محبي الكناريز. عصفور بنحبه كثير خاصه اللبنانيه. رح نحكي اكثر عن هالموضوع مع شادي كاشي. هاي شادي. هاي، كيفك؟ كيف صباح شادي. عصفور الكناريز هن اكثر عصافير بركه بنلاقيهم باتس بقلب البيوت، وبلبنان خاصة كتير كومن انه نلاقي وقتها بيكون عصفور بالبيت اجمالا بيكون كناريز. مظبوط. بدنا نخبر المشاهدين شوي اكثر عن هالعصافير، اساسا من وين وكيف صاروا بيعيشوا معنا بالبيت وعندهم هالتغريده الحلوه اللي بنسمعها. الكنار من العصافير القديمه كتير، هو اساسه من عائله الفنش بس صار كاتيجوري لوحده، بل بيتواجد بالكناري ايلاندز بسبين وتوزع بيوروب كمان. من بيقولوا من القرن من ال 16th century، اوكي، العالم بلشوا جيبون على البيوت ودي دوماستيكيتد دم، مينلي لانه بيغنوا صوته كثير حلو. اوكي. الكنار الاساسي لونه بيكون اخضر على جراي او اصفر شوي، الوانه غامقه اجمالا، بس مع السنين الانسان طوره وعمل منه الوان زياده مثل الاصفر مثل الاحمر مثل الفون مثل السيرمن. اليوم معنا عصفورين كثير حلوين. ايه. اول مره انا بشوف كناري لونه ابيض ورمادي. ايه. والكناري الاحمر اوقات بنشوفه بس ابيض كان غريب، وعنده هيك على راسه هيدي الكريست، الشعرات مش مش مزبوطين مخربطين. ايه. كثير حلوين هدول. كمان من انواع الكناريز اللي بتغني واللي عادي يعني ما اي اكيد. ايه. بالكناري صار في كذا فصيله، كذا بريد. الاسود والجري هو جلوستر. أوكي. وهيدا اللي على راسه بيقولوا له الكريست. اوكي. واللي حده ريد فاكتور كناري اللي هو كولرد كناري. اوكي. الميلز بيغنوا والفيميلز ما بيغنوا. مزبوطه هيدي الشغله، بيقولوا مزبوطه 100%. طيب وكيف فينا نعرف اذا يعني اليوم اذا انا عم بجيب كناري لعندي على البيت، كيف بدي اعرف اذا هيدا ذكر او انثى لاعرف اذا بده يغني او لا؟ لانه بيقولوا اول ما تجيب العصفور ما بيكون بعده صغير ما بيكون بغني، لما يكبر شوي بالعمر ببلش يصير يغني، كيف فينا نعرف اذا ميل او فيميل؟ مزبوط، هن صغار ما بنعرف كثير صعبين، بس يبلش يكبر الميل تحديدا بده يبلش يغني. اوكي. وكمان في اشياء في فيجوال ساينس فينا نشوفها نحن، الاكسبرت اكيد بيعرفوا فيها، بصير نعرف الميل من الفيميل ببين. بس الانديكيتر الاول هو الغنى. اوكي. بس يبلش يكبر وبصير يغني الميل. طيب نحن عم بيقطع معنا صور بفرجوا الالوان المختلفه، بفرجوا الكناري الوايلد اللي كنت عم بتخبرنا عنه يلي هو منه بيعيش معنا بقلب البيت. بس الشيء كمان الملفت للنظر شادي انه مش بس بيختلفوا اليوم صاروا بالالوان الكناريز، انما كمان بيختلفوا بالاصوات، وهذا الشيء ملفت للنظر ويمكن مش كثير عالم بتعرف فيه. كيف هيدا صارت؟ هل هن إنيش اللي كانوا عندهم أصوات مختلفة أو نحن كمان اشتغلنا على الموضوع؟ لا أكيد الإنسان اشتغل على الموضوع. هلا بالأساس الوايلد كناري عنده الأصوات تبعيته، الإنسان مع الفترة بس طور الأنواع وبس طور الأشكال والألوان حتى صار في كذا نوع. على فكرة الكناري عنده القدرة يلقط اشياء معينه خارج عن صفيرته الطبيعيه. سو ممكن يلقط التكه تبعت الالارم او ممكن يلقط شيء رنه صغيره. سو بيقلد الصوت؟ ايه ممكن يقلدها. مش حكي بس ممكن يقلد اشياء تونز خفيفه. سو الانسان استعمل هيدي. اوكي. ومع جينيريك موديفيكيشن صاروا عطيوا لكل بريد نوع غنى معين. يعني اليوم عندنا حتى بالكناريز بريد مختلفين بغنوا غنى مختلف. ايه. وبيعلموا من هن وصغار على نوع غنى معين. حلو. ايه. نحن في عندنا فيديوز اثنين قصار رح يفرجونا. اول شيء هلا رح نشوف صوت معين من الكناريز. ايه. اللي هو لا نوع معين مثل ما كنت عم بتقول. اوكي. شادي هالصوت غريب كثير. ايه. يعني الكناريز بركل بنشوفهم بلبنان ما عندهم هيدا. في منهم بيغنوا هالطريقه بس مش كثار. ايه. لا بس صوت كثير غريب، يعني انا حسيته عم بنق اكثر من ما هو عم بغني. كمان في اغاني ثانيه بالفيديو الثاني رح نسمعهم سوا، بس الشغله اللي بدي اقول لك اياها يعني اليوم التقليد عند العصفور مش بس بيقتصر على البيروكي
صح؟ يعني اليوم عم تقلي الكناري كمان عنده هيدي القدرة. ايه، الفرق انه البيروكي عنده القدرة يحكي، الكنار بس بيقلد نغمات معينة. صوت يعني. أصوات معينة. هلا هن كعصفور، بما انه فتحنا موضوع البيروكي، البيروكي بيتفاعل مع الإنسان، فينا بركة نقرب عليه، بيظهر من الكيج. الكناريز شو وضعهم؟ هن عصفور سوشيال، فينا نتفاعل معهم ولا بس بنتفرج عليهم؟ لا، هو أكثر عصفور إنه شكل بتتفرج عليه على منظر، وعصفور كتير مهضوم على فكرة بالقفص. هلا إذا ضربه من هو صغير ممكن يتعلم إنه يطلع على كتفك على إيدك، بس ما رح يتغنج وما رح يصير في إنتراكشن معه مثل البارتس. أوكي. لأنه عصفور شوي كاركتر ومنه يعني منه خلقين لهيك شيء، ما عنده هال. طيب، وبين بين بعض هن إذا حطينا، لأن كتير أوقات بنسمع إذا بتحط كناري مع كناري تاني فيهم يخبطوا بعض يتقتلوا يعني، ففي فرضية بتقول إنه إذا فيهم يكونوا سوشيال مع بعض، وفي فرضية تانية بتقول أفضل يكون لحاله بالقفص، شو المزبوط؟ الكنار منه على فكرة يعني ما بيعيش بمجموعات كتير كبيرة مع بعضهم. هلأ بقفص كتير كبير أو بفوليير لأنه في مساحة كبيرة وفي مجال يتفادوا بعضهم ممكن يعيشوا. هون عم نحكي يعني عن قفص كبير، عم نحكي عن قفص كتير كبير. كتير كبير. أوكي. أوكي. ممكن لأنه في مساحة رح يتجنبوا يتخانقوا مع بعضهم، بس ممكن كمان يصير مشاكل. أوكي. وبالقفص الصغير؟ بقفص صغير الأفضل الكنار يعيش لوحده. أوكي. لأنه رح يتخانقوا، حتى ممكن واحد يقتل الثاني. إف؟ إيه. أوكي. حتى ميل في ميل لازم بس ينحطوا مع بعض وقت البريدينج سيزن. بس. لأنه بعدين كمان بده يصير مشاكل. عم نحكي عن قفص بالحجم اللي معنا إياه اليوم يعني. صراحة هيدا شوي صغير، هيدا جبناه بس للاستوديو هلا. أوكي. هو أفضل ينعطى قفص أكبر، ينعطى مجال يطير، يعمل إكسرسايز، ينبسط ويلعب ويتحرك. هلا نحن رح نسمع سوا فيديو تاني وتغريدات جديد للكناريز، مش عم نكفي. أوكي. هذا الصوت اللي معودين نسمعه أكثر للكناري، الصوت كتير حلو ومزبوط مختلف عن أول واحد. كنا إذا بدنا نحكي شوي براكتيكال بقلب البيت، اليوم العصفور الكناري إذا بده يعيش معنا بقلب البيت، كيف فينا نهتم فيه ونكون عم نأمن له القصص اللي عايزها؟ يعني عم بتقول القفص لازم يكون أكبر ليقدر العصفور يطير ويتحرك. هل في كمان لعب مثل البيروكي لازم نحط له إياهم للكناري؟ إيه أكيد. إيه. أول شيء مع القفص الكبير لازم نحط له ناتشرال برانشز اذا فينا، اغصان طبيعيه بكذا سماكه، بعدين ايه بيحبوا الالعاب، يعني الكنار مثلا من اول الالعاب اللي بحبه المرجوحه، بقضي عليها ساعات، وحتى بحب في العاب خصوصي لهم بيتعلقوا فيهم بيصيروا نقودون، ات كيبس ذم بيزي يعني بيتسلوا، ايه بحب كثير، حتى فينا نحط له بقفصه بلانت طبيعيه، بس فرق شرط انه ما تكون بويزنس للبيردز. وهون بدنا نسال اكيد الاخصائيه بهذا الموضوع حتى ما نحط لهم شيء يأذيهم. إيه؟ لازم نسأل أخصائية حتى ما نحط شيء يأذيهم. أو بنفوت أونلاين بنشوف في لستة كبيرة واضحة بالأشياء البويزنس والأشياء المش بويزنس للبرد. أوكي. بالنسبة للأكل اليوم أغلبية الأوقات بنحط لهم السيدز أو اللي هلأ شايفينه بالقفص تياكلوا منهم، هل هالشيء غذائي أو لازم نزيد لهم قصص للعصافير؟ لا مش كفاية أكيد غذاء، هيدا بياكل سيدز بنسبة عالية، بس كمان لازم نحط له في اليوم أكل خصوصي للكناريز أك فود بيقولوا له أو باتي. أوكي. اللي هو بيحتوي على فيتامينات كاملة بيعطيه غذاء كتير بالانسد، بنفس الوقت لازم نعطيه كمان خضرة وفواكه، بيحب أكتر شيء الخضار مثل بروكلي مثل جرين ليفز يعني روكا بقلي أشياء خضرة، جزر بيحب بازيلا. وقت عم نحكي جزر وبازلة هدول فينا نحطهم خضر أو لازم يكونوا مسلوقين؟ نو خضر طازة بيحب ياكلهم. أوكي. وفي شيء كمان ملفت للنظر أنا عندي لأنه كنايز بالبيت، ووقتها قالوا لي لازم حط لهم كالسيوم هيك بتكون شيء أبيض، هل هيدا الشيء مزبوط وضروري للعصفور؟ إيه مزبوط ضروري كتير، نسينا الكالسيوم. يا بدك تعطي بيضة مسلوقة مرة بالجمعة مع قشرة، أو بدك تعطي الكاتل بون فيش اللي هي هيدي البيضة اللي حكيتي عنها، هي شو السكلتن تبع الكاتل فيش. أوكي. اللي هي السمكه الصبيدج. أوكي. او في هلا معمولين بلوكس خصوصي مينرال بلوكس فيهم كالسيوم وايودين، سو في كذا طريقه، وفينا كمان نعطيه كالسيوم بقلب المي، بس مفروض ينزيد على النيوتريشن تبعيته كالسيوم.
اوكي، باختصار بدي اسالك شادي عن صحتهم للعصافير، في اليوم نهتم بصحه الكلب والبسينه وبناخذهم عن طبيب البيطري، يمكن منه شيء كثير بنسمع عنه بلبنان للعصافير، بس هل في اهتمام معين فينا نعمله مع الطبيب البيطري لهالنوع من العصافير؟ اي اكيد في الكنار مثله مثل اي مثل غير حيوان معرض يمرض كمان. هلا لانهم عصافير كثير صغار وصعبه تريتمنت تبعيتهم، بالنسبه لامراض الكنارات البريفنشن او الوقايه هي احسن علاج. اوكي. يعني اذا اهتمينا بصحه الكنار باكله غذائنا مضبوط واعطينا نظافه مضبوطه وجود انفايرمنت بنتجنب كثير امراض، لانه معرضين يصابوا بالتهابات ان كان رئويه او معويه، معرضين ياخذوا بكتيريا فنجس. الوبر تبع كمان عندهم بياخذوا امراض ريش، اكيد في امراض مثل البيك اند فيذر ديزيز، كمان معرضين يصيروا بون المايتس اند لايس اللي هو النمس والامل. امل هيدي اكثر شيء بنسمع فيها، هيدي كثير شائعه، واذا ما تعالجت علاجها هين سهل، بس اذا ما تعالجت ممكن كمان يموت العصفور منها. طيب وبالنسبة للنظافة هذا رح يكون سؤالي الأخير لإلك، وقتها بنقول بننظف القفص، كل قد إيه لازم يتنظف القفص؟ مينيموم بالجمعة مرة، أفضل يتغير القفص الجرايد والهول يتغيروا مرة كل يوم. في شي دواء معين أو بس بمي؟ في أدوية معينة خصوصي لتنظيف القفص، بس كمان فينا نستعمل صابون عادي، بس على شرط إنه ننظفهم مضبوط بالمي، نشيل التريسز تبع الصابون. اوكي، حتى لازم الاغصان تتنظف، تبول الاكل، المي، التويز، اذا حاطين له تويز كله بده يتعقم. اوكي اكيد، لانه مع الفتره بيعطوا بكتيريا وبتؤدي لمرض العصفور. اوكي، ميرسي كثير لك شادي، معلومات كانت كثير انترستينج، وخاصه للعالم اللي عندها كناريس بقلب البيت. هيدا كان كل شيء مشاهدينا بباتس، وقفه ونرجع نتابع ام تي في لايف.